بحث صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة. قد أعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة خلال الاتصال عن عميق اعتزازه وتقديره للعلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين سلطنة عمان وشقيقتها مملكة البحرين، معربا جلالته عن خالص تمنياته لمملكة البحرين ولشعبها بمزيد من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، ومتمنيا جلالته لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر موفور الصحة والسعادة. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على ما يوليه جلالته من حرص على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، ومتمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والهناء ولسلطنة عمان ولشعبها الشقيق استمرار التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.